بالطبع إليك مراجعة لفيلم كاليجولا باللغة العربية. كاليجولا هو فيلم مثير للجدل يستكشف الحياة الفافرة والمنحرفة للإمبراطور الروماني كاليجولا، من إخراج تينتو براس وإنتاج بوابا جوسيون. يشتهر هذا الفيلم بتصويره المبتذل لروما القديمة، حيث يمزج بين العناصر التاريخية والجنسية والعنف بشكل كبير. يثير الفيلم ردود فعل متباينة بسبب طبيعته المثيرة ومعالجته الصريحة لمشاهد جنسية وعنيفة. على الرغم من الديكورات الفاخرة والإنتاج الطموح، ينتقده الكثيرون لعدم عمق السرد والتعامل الإثاري.